ضيفتي اليوم مولوعة بأسرار الكون منذ الصغر، هي كذلك تهتم ودخلت لسبر أغوار هذا الكون، دخلت في عالم العلوم والفيزياء، اهتمت بأجزائه المتناهية الصغر من النيوتون والبروتون والذرة، وأصبحت خبيرة في الطاقة الذرية. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على شخصية من الشخصيات المغربية اللي أثرت في العالم. هي باحثة فيزيائية وأول مرة في التاريخ كتعطاها إدارة قسم الفيزياء في مختبر أرغون الوطني في الولايات المتحدة، وذلك من سنة 2017. This is called gamma sphere. How is work going? Things are going well. This is just the beginning. العالمة المغربية كوثر حفيظي تزادت سنة 1972 في مدينة الرباط، ودات البكالوريا ديالها في شعبة العلوم الرياضية سنة 1990 وبالضبط في ثانوية مولاي يوسف، وموراها دازت الجامعة محمد الخامس واختارت شعبة الرياضيات والفيزياء. تولدت في المغرب في الرباط العاصمة المغرب في عام 1972. نلت شهادة البكالوريا في عام 1990 في ثانوية مولاي يوسف في الرباط، وكنت شعبة الرياضيات والفيزياء. بالنسبة لي أنا كالحلم ديالي أنني نكون عالمة في الرياضيات، فذاك الوقت ما كانش الفيزياء، وكان الوسيلة الوحيدة بالنسبة لي هي أنني نقرا في كلية العلوم في الرباط، لأن هذا هو الحل الوحيد. أكيد أنا كان شوية اختيار كانت معارضة عليه، ولكن بالنسبة لي أنا كنت كنحب الرياضيات وتبعت الحاجة اللي تنحبها، لأن عرفت إلى الإنسان كيحب شي حاجة يمكن له أنه يتفوق فيها وينجح فيها. أكيد الوالد ديالها كان باغيها تخرج ولد، ولكن ربي بغاها تكون بنت ناجحه في حياتها. يقدروا كان ولد ما غاديش يوصل لهذا الشيء، ولهذا خص الانسان دائما يقول الخير في داك الشيء اللي اختاره الله. قالوا لي ان الاب ديالي كان حزين الوقت اللي تولدت لانه كان بغى الولد. حاولت حياتي كلها نكون الولد الاب ديالي ونوريه بان البنت تقدر تكون احسن من الولد، وبديت نلعب الكره ونتصارع مع الاولاد. ومع ذلك الاب كيبقى هو الاب، دار الواجب ديالو وعاونها. المهم الاب ديالي ساندني بطريقة اللي هو بالنسبة له كانت مهمة، انه خلص الدراسة ديالي الابتدائية اللي هي كانت مهمة، كان ديما كيشجعني انني نقرا ولو انني كنت كنقرا بوحدي. وبحكم المجتمع المغربي المحافظ كان شحال هذه صعيبة على البنت تكمل مسارها الدراسي وتحقق اهدافها، والحمد لله بلادنا باقية محافظة، ولكن كل شيء باغي يقرب ناتو. ثقافة ماشي عيب، هنا ما كنلوموش جدودنا ووالدينا، لان كل جيل كيفاش كيفكر. ملي كتكبر كفتاة في المغرب وكنظن الدول العربية مثلا، البنت ما يمكن لهاش تخرج تلعب في 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 ستريت في الزنقة، خصها تبقى في الدار. على اين كنت في عائلة اللي هي الخمس عمات ديالي والجدة ديالي كان عندهم شخصية قوية وعاونتني انني نكون نثبت نفسي، كنا كنتصارعوا مع الاولاد وكنتناقشوا، ولو ان الجدة ديالي كتقول لي البنت المزيانة خصها تحضر عينيها وتحضر الصوت ديالها. بالحق حنا عماتي كانوا مشجعيننا نكونوا وايلد متوحشين وسترونغ، وكتحاول دير الامكان ديالك باش تعيش في مجتمع حتى تقدر الصوت ديالك يكون مسموع وتكون عندك قدرة انك تبدل شوية في الظروف. وكان اكد باللي هاد الشي كان شحال هادي، اما دابا كل شي واعي بمسؤوليته تجاه ولاده وبناته. ما نظنش واش تكون شي بنت ناجحة في دراستها ويخرجها باها. ما عليناش، رجعوا للباحثة والعالمة المغربية. بعد ما دات الاجازة وشهادة الدراسات المعمقة كانت باغية تكمل قرايتها هنا في المغرب، ولكن بعض المشاكل خلاتها تمشي تكمل في فرنسا. اكيد انا ما كانش عندي نهائيا فكرة انني نخرج من المغرب، كنت من الشابات اللي تيحبوا المغرب ويحاولوا انهم يوريو بان المغرب عنده طاقات وابداعات، وهذا كان اختياري في السنة الرابعة في كلية العلوم في الرباط انني ندير الفيزياء النظرية. كنت باغا نبقى في المغرب وندير الفيزياء النظرية، لان الفيزياء النظرية كتطلب ذكاء وكتطلب كمبيوتر، يعني ماشي شي حاجة مختبرات كبيرة. ولكن في ذاك الوقت كانوا وقعوا اضرابات ديال الدكاترة وقرروا انهم غيسدوا السلك الثالث، دونك ما كانش عندي اختيار، ولكن الحلم ديالي كان باقي، وقررت بالمساعدة ديال العمة ديالي انني نمشي لفرنسا نكمل الدراسة العليا والدكتوراه. دوزت 4 سنين القرايه في فرنسا وشدت الدكتوراه ديالها في جامعه باريس الجنوبيه، طبعا في المجال ديالها اللي هو الطاقه الذريه، ومورها مباشره مشات لامريكا. جيت لامريكا في نوفمبر 1999 لما انتهيت من رساله الدكتوراه في فرنسا.
وبالرغم من المشاكل الماديه اللي كانت عندها بقات صابره ودايره بين عينيها حاجه واحده، خصها توصل الاهداف ديالها باش ما كان. جيت لامريكا مع الزوج ديالي، كانت عندنا 100 دولار في الجيب. اللي كان مزيان هو ان ارغون ناشونال لاب كانت عندي عقد ديال 3 سنوات من بعد الدكتوراه، خلصوا لينا لوتيل لمده اسبوعين وارسلوني في بعتة لفيرجينيا لجيفرسون لاب، وطلبت منهم تسبيق، عطوني 3000 دولار باش نقدروا نصرفوا. هذه كانت فريمون مساله اللي هي ساعدتني. ما قدرتش نسالهم، ولكن السوبرفايزر ديالي قال لي واش عندك مشاكل ماديه، نقدروا نعطيوك تسبيق. دونك هذيك ساعدتني. والتسبيق الزوج ديالي كان خدا الباص، لان ما كانش عندنا امكانيه انه ياخذ الطائره، خدا الباص لمده يومين وجا معايا لفيرجينيا وبقينا تما لمدة شهر. هذا حافز للناس اللي بادين من الزيرو، كل شيء ممكن، الانسان غيتبع الهدف ديالو غادي يوصل له ان شاء الله. ودابا ندوزو نشوفو العالمه ديالنا كيفاش كدير تحفز ولدها. So what's the plan for next weekend? Would you be interested to come fishing with me? As long as I don't sit for 3 hours without any fish. وبابا it's part of fishing. خصك ملي تصيد you don't know what you will get. But you can try and try again. This is life. You cannot say, hey, you know, fishing teach you patience. خاصك تكون صبور، عندك الصبر، لأن الحياة ماشي ديما كتجيب الفيش. Many times, as you say, you work very hard and you get nothing. But the hard work you didn't put it in vain. You know, it's for the next step in your life. All the hard work pays. Education is the most important thing. شفتوا اخوتي الناس اللي كيعرفوا يتعاملوا مع ولادهم؟ داكشي غير بشويه وبالخاطر. بهذه المعامله كن متاكد باللي بنتك ولا ولدك غادي يوصل للاهداف ديالو وغادي تبان له انت هو القدوه ديالو للنجاح. Well, I think my mom's story is incredible. She came from a not very financially successful family and she did incredible things. She studied really hard in school and she got to where she was because she worked really hard and she kept going. She never stopped. كاين اللي غادي يبغي يعرف ولدها واش غادي يتبع طريقها ولا عنده أهداف أخرى؟ نسمعوا الجواب من عنده. I don't know if I want to be a physicist. I mean, it's kind of early for me to be deciding what I want to do. And I'm not very enthusiastic when it comes to scientific related things or theories, but I really like handling money, so maybe I would go into accounting or banking or some economically related job. إذا بعد ما تعرفنا على الحياة والمسيرة ديال الباحثة والعالمة المغربية، نخليوها تهضر لنا على خدمتها. تحية بلادنا، وما كاين غير المغرب، واللي يهضر فينا بالعيب يخيب. من بين المسائل هو أنني أنا قبل كل شيء امرأة عالمة فيزيائية، والنساء في العلم minorities. كنت في ديفيجن فيزيكس ديفيجن في أرغون المرأة الوحيدة العالمة لمدة 15 سنة، وأصبحت أول مرأة مديرة فيزيكس ديفيجن في 70 سنة الماضية وأصغر سناً. وكامرأة في العلم كنقوم بواجبي أنني نكون رول موديل للفتيات اللي هما في الميدل سكول وفي الهاي سكول، وكنقول لهم بأنهم يقدروا يتبعوا الحلم ديالهم أنهم يحققوا ذاتهم في العلم. والعلم ماشي غير الفيزياء، العلم كيتعلق بمجالات كثيرة ومتعددة. أهم حاجة في العلم هو أنك تحل المشكلات، problem solving، وهذه مسألة كتعاونك كنت عالم ولا lawyer ولا whatever. كما كتشوفوا احنا هنا في الفيزيكس ديفيجن، والفيزيكس ديفيجن از ذا هوم اوف اتلاس اكسلريتور، مسرع الذره عندنا هنا في البيسمنت وغادي نزوروه عما قليل. اش كنشوفوا هنايا؟ كتشوف الذره كتكتسب بسرعه اكبر واكبر واكبر، ومن بعد كتمشي وكتضرب هدف اللي مكون من مجموعه ديال الذرات. وملي كتوقع ديك الرياكشن كنكونوا مجموعه ديال الجزيئات اللي حنايا كندرسوها في الديتيكتور ديالنا اللي غادي تشوفوه داونستير. من بين المسائل اللي كنشرف عليها الجاماسفير ديتيكتور، وهذا الجاماسفير هو وحيد من نوعه في العالم. هذا الديتيكتور كيسمح لينا ان ندرسوا النوعيه ديال الذرات اللي كان نخلقوهم، اللي كيكون عندنا الاكسلريتور وكيضرب في التارجت. وهذا الديتيكتور كيسمح لنا باكتشافات كبيره في مجال الفيزياء النوويه. هذا الديتيكتور هذا اللي هو مفخره للقسم الفيزياء في أرغون، استعمل في الموفي هالك، وكان هالك هزو هكا في يديه. وحنا بالنسبه لنا هذا الديتيكتور مهم ومفخره لنا انه تستعمل في افلام عالميه كهالك. بالإضافة أن كعالمة عندي إسهامات كثيرة اللي هي إسهامات شخصية.
قمنا بتطوير مجالات باش ندرسوا الذرة، وبالإضافة كمانجر للفيزيكس ديفيجن وديريكتور بدينا مجالات جديدة في اللابوراتوري، ومن أهمها ميديكال ايزوتوب برودكشن، اللي هذه المسألة هذه هاد الايزوتوب كيساعدوا في كيور كانسر اللي هي مهمة للسوسايتي، ولكن كيستعملوا تقنيات ديال الاكسيليريتور فيزيكس، نيوكليير فيزيكس وراديو كيمستري، وهذه مسألة مهمة للعالم بأسره.